طيب آه لا خلينا نكمل يا شباب، خلينا نكمل. احنا فاتحين اكتر من قضيه او قضيتين كبار اساسيتين يعني. انا يمكن النهارده اعلنت على صفحتي ان احنا عندنا مفاجاه كبيره جدا في قضيه عادل السيوي وسماحه السلام وبينهما الطفله البريئه ديالا. بس قبل ما اقول لكم هذه المفاجاه اللي عندنا، انا بس حابب اعرض لحضراتكم تقرير النهارده كانت وزيره الصحه موجوده في مستشفى وادي النيل، ولانه الحقيقه انا مهتم بهذا الموضوع اللي هو استراتيجيه مصر للاصلاح الصحي. هم كانوا النهارده بيتكلموا في اطار التعاون دلوقتي، مستشفيات وزاره الصحه، مستشفيات الجامعيه، مستشفيات الجيش، مستشفيات الشرطه، كل ده دخل في مشروع انهاء قوائم الانتظار. كويس، احنا قلنا ان في موقع الكتروني يا جماعه وفي الرقم الساخن اللي هو 15300 الناس تتصل عليه، لانه المساحه بتاعه العمليات اللي هذا الخط بيتلقاها، احنا دلوقتي بقى عندنا القلب المفتوح، عمليات القلب المفتوح، عمليات القسطره، عمليات المفاصل، عمليات الرمض، عمليات قوقعه الاذن. الناس بتتصل وخلال 48 ساعة بيتحولوا المستشفى عشان يعملوا العملية. ده موضوع مهم جدا، فالناس بأكد عليه وبعيده كل يوم بحيث انه الناس ممكن ما تبقاش عارفة. لا، احنا عندنا خدمة البلد بتقدمها فنغتنمها. فكانت النهاردة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد عملت مؤتمر صحفي في مستشفى وادي النيل، و كانت بتتابع يعني مرضى الحالات الحرجة واتكلموا على مسألة قوائم الانتظار والدولة بتعمل ايه في قوائم الانتظار. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني عشان اقول لكم المفاجأة اللي عندنا في قضية عادل السيوي وسماحة عبد السلام وبينهما الطفلة ديالا. في جولة تفقدية لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لمرضى قوائم الانتظار بمستشفى وادي النيل للاطمئنان عليهم والتأكد من إجرائهم عملياتهم الجراحية، قامت الوزيرة بعقد مؤتمر صحفي بالمستشفى لإعلان تفاصيل مبادرة قوائم الانتظار. احنا النهارده بنشرف وبنتابع على تنفيذ مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من قوائم الانتظار للجراحات والتداخلات الحرجة، 9 تداخلات بدأنا، وكانت مبادرة سيادة الرئيس ضمن حزمة اطلاق التأمين الصحي يوم 6 يوليو الشهر ده، وكان من أهم بنود الحزمة هو القضاء ومنع قوائم الانتظار في الجراحات التداخلات الحرجة. اشتغلنا من يوم المبادرة وقعدنا وعملنا اجتماعات مع كل مقدمي الرعاية الصحية في مصر وشفنا إمكانيات الدولة كلها، وعملنا موقع المريض ممكن يسجل عليه كل الحالات اللي بتتسجل خلال 48 ساعة بتكون تم توجيهها. مصر كلها مقدمي الرعاية الصحية سواء وزارة صحة أو جامعة أو جيش أو شرطة أو مستشفى وادي النيل، كل الناس بتشتغل مع بعضيها على مصلحة المواطن المصري. كلنا مش هنسمح بعد كده أن يبقى في حالة اتأخر العمل الجراحة ليها لأن هي ملهاش مكان دلوقتي في مستشفى في وزارة صحة. كل الجامعات وكل مستشفيات الجيش والشرطة ووادي النيل هتاخد الحالات المسجلة عندنا وتشتغل معانا. احنا من هنا بنعلن ان مستشفى وادي النيل يعني بتقدم كل الدعم لمبادرة سيادة الرئيس ولقرار معالي وزير الصحة، واحنا النهاردة بدأنا في استقبال اول مجموعة من حالات العلاج اللي في قوائم الانتظار في جراحة القلب وقسطرة القلب والقرنية والقوقعة بتاعت عدم السمع يعني. تقديم الرعاية للمرضى وأولوية علاج ومباشرة الحالات الحرجة وتحويل المريض خلال 48 ساعة بعد التسجيل بالموقع الإلكتروني لتلقي العلاج هي ما تسعى إليه وزارة الصحة والسكان في الفترة الحالية. نهى حمزة، 90 دقيقة، قناة المحور.